السلام عليكم أخوات، اليوم جيتكم بوصفة وسمحوا لي على الغياب لظروف خاصة جدا. أتمنى إن شاء الله تدعو الوالدة تاعي بالشفاء. قلت أنا حندير هذه الوصفة، هي ديزي سكالوب بلاصوص بصلصة ليمون أو بلاصوص وسيترون. هي حاجة سهلة، أنا هنا عندي ديزي سكالوب كما راكو تشوفوا هامليك، بعد ما نضفتهم بالخل والملح شللتهم بالطبع كما راكو تشوفوا هكذا. حبيتي تاع لاتين، حبيتي تاع الدجاج، كيما حبيتي يظهرلك ديري. هنا لي زي سكالوب نديرهم غير شويه ملح وفلفل الكحل، من بعد نخليهم بجه. بالنسبه هي فيها 3 مراحل، هنا عندي المرحله الاولى اللي راح نديرها الاول نرمدهم، بعد ما ندير الفلفل الكحل والملح. انا يعني نقول لكم لي زيتاب اللي راح نديرهم ومن بعد تشوفوا في الفيديو باش ما كترش عليكم الهضره. نديرو ملح وفلفل الكحل، بعد نرمدهم في الفرينه، ومن بعد ناخد لا شابليغ تاعي نكون انا حضرتها في البيت، نكون نحمص الخبز في الكوشه، من بعد نصيغه باش نتحصل على هاد النوعيه هكذا رطب لا شابليغ تاعي، وتعطيني نتيجه ما شاء الله مع القليان ولا في الكوشه. نضيف له لو زاست تاع سيترون، انا نكون مخبياتو مسكرفتو مخبيه بالنوعيه الخضر، تحبي الاصفر، هادو نخلطهم في لا شابليغ. نخلط لا شابليغ وندير لو زيست تاع القارص وحوالي 3 مغارف تاع المعدنوس، يكون مفروم هكذا رقيق. بالنسبه لاصوص تاع سيترون هي حاجه سهله، اذا كان عندك بويون تاع الدجاج، عظام تاع الدجاج ولا هكذا دي مورسو قعدوا لك الدجاج تحضريه وتخبيه في كونجيلاتور ولا تخبيه في فريجيدار، كاس تاع ما، او اذا كان عندك بويون تاع الدجاج ديري من افضل من بالماء يجي ما شاء الله. عندي كاس تاع الماء، عندي مغرفه ونص تاع النشا اي مايزينا، عندي تاع عصير تاع ليمون هاوليك، وعندي مغرفه كبيره غا تاع السكر عادي، ما تتنخلعوش يعطيك نتيجه ما شاء الله. وعندي عندي نص كاس تاع الحليب وزوج حبات تاع البيض. بالنسبه للتوابل عندي الملح، عندي سكنجبير، عندي فلفل كحل، وعندي كمون. هادو كمون وفلفل كحل وسكنجبير، عينك ميزانك ديري نص مغرفه ولا عينك ميزانك ديري. كيما راكو تشوفوا انا خديت نص كاس تاع الحليب مع جوج حبات تاع البيض، نخفقهم دوك هكذايا وتبعو في الفيديو كيفاش راح نخدم باش ما نخطرش عليكم. كملاحظة تاني سمحوا لي الأخوات، تنجموا هاد لي سكالوب أنا حنجوزهم في الكوشة، خطرة درتهم في المقلاب شوية تاع زبدة والزيت يعطوك ذوق روعة. ديرهم في الكوشة مع في بلاطو، إذا كان عندك ورق زبدة ديري فرشية في البلاطو، أنا عندي سنيوة ما تلصقش، ندهنها بزيت الزيتون ونكون شعلت الكوشة على كوشة مسبقا، راح ندخلهم اليوم في الكوشة. جوزهم في الفرن بعد ما كملت درت رمتهم في الفرينه، راح ناخذ سنيوه هكذا كيما راكم تشوفوا، راح ندير لها حوالي 2 مغارف تاع زيت الزيتون باش يعطي ذوق هكذا. ولا كان عندك ورق الزبده وعرفتي سنيوه تاعك تلصق ديرها ورق الزبده ما تخافيش، ندير شويه ملح برك يتكل مع لاصوص هكذا، رش تاع فلفل الكحل ما نكترش تاني قري صابر باش ما يجيش البيض صامط بلا ما كان. بسم الله و
تكون في الرشان في سنيوة، الكوشة تكون شعلة من فوق ومن تحت. الكوشة نكون شعلتها مسبقا من فوق ومن تحت في أعلى درجة، ومن بعد نقصلها حتى 200 درجة ونخليها شعلة من فوق ومن تحت. تاخذ لي طياب حوالي 15 دقيقة إلى 20 دقيقة، سا ديبون، ماشي حاجة وقت كبير. أنا دخلت الكوشة كما على بالكم. أنا هنا نحضر صلصة الليمون اللي حنا نرافقها مع لي سكالوب تاعي. هنا واش راح ناخذ؟ ناخذ كاس تاع ماء او مرق الدجاج اللي عندك. انا عندي ماء، ما حضرتش صلصة، عفوا، المرق تاع الدجاج. نحكم القارص هكا والسكر، ناخذهم فوق النار، نحطهم فوق النار وندير كمون حوالي نص مغرفة تاع كمون، ما تكتريش، سكنجبير، حاجة قليلة تاني، فلفل كحل هكذا يا برك، نحطهم فوق النار مرحلة الغليان. راح نضيف نشا نحلو بشوية تاع ماء باش تعطيني العقدة، يعقد لي شغل لا كريم و سيترون. راح نحضرو بركية مالحة، شوية ملح، دوك انا نحطهم فوق النار ونولي لكم ان شاء الله. هاوليك ميم با نص كاس، تحت نص كاس تاع الماء بارد، ندير فيه نشا مغرفة ونص باش يتحلي ما يديليش الكريمون الكويرات هنايا. في مرحلة الغليان تاعي انايا القارص والماء ولي زيبيس لي درتهم، راح نفرغ النشا بشويه تاع ما كيما راكو تشوفوا هكايا، كيما راكو تشوفوا او الحق لمرحله الغليان. نحركو هكذا بالفويل غير شويه، ماشي حاجه وما ياخذش الوقت ويعطيك نتيجه ما شاء الله. هكايا راح ندير النشا، غير دوك نشوفو يبدا يعقد لي، نطفي عليه ونعطيلو ونضيفلو نص مغرفة تاع زبدة أو مغرفة كيما حبيتي نتي والدوك تاعك. كيما نديرو لاكخيم أو سيترون هاوليك، هاو تمتم هكدايا، نطفي عليه منخليهش يعقد، نسحق هاد السمك تاعها. دوك هنا حنضيف الزبدة، هاديك مغرفة كبيرة تاع زبدة، دوك هكذا نخليها. هاي ليك شريحة سكالوب او دند كيما حبيتو، قلت لكم تحضروها بالدجاج او بلا دند. كيما راكم تشوفوا انا درتها بسكالوب دند، خدات لي الوقت حوالي 35 دقيقة، باسكو خشينة تقدر تلحق، كي تكون خشينة تلحق حتى 40 دقيقة، ولا كانت رقيقة بين 15 20 دقيقة. المهم هذه هي شريحة سكالوب بصلصة تاع الليمون، تجي روعة، تجي ما شاء الله تدوق، سختو هي كي تكون كروسيونت. انا رافقتها بلي فخيت كيما راكو تشوفو وشلاضة هكدا ورق. بارطاجيو لا فيديو، وحاجة اللي اهم اهم انكم تدعو الوالدة تاعي بالشفاء ان شاء الله ان شاء الله، وتبارطاجيو لا فيديو باش تكون هكدا افادة تعم الفائدة ان شاء الله، والاشتراك في قناة تاعي كويزين فاتي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في كويزين فاتي.